أهلاً 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 مستر بليغ. كان نفسي أقول لك ابن حلال مصافي بس هبقى كذاب. من قلب لقلب رسول. طب خد دي عشان أمين ابنك. إيه ده؟ عربية؟ دي لعبته المفضلة. عنده أسطول عربيات. عمال أنت تجمع حلفاء من جوه القصر وفاكر إن إحنا مش فاهمين. حلفاء إيه ومحوري يا ولد؟ إحنا في حرب؟ أمال هي إيه؟ قول لي أنت. كنت عايز مني إيه؟ خير؟ كله خير. جاي أقول لك يا مستر بليغ إنك هتخسر وإن كل اللي أنت بتعمله ده مش هيجيب لك غير الهم ووجع الدماغ. عارف يا ولد تطلع أنت ورا الناس اللي بتهجموا عليا ورا اللي حصل لعم جابر والأستاذ منتصر أعمل فيك إيه؟ حيلك يا وحش. وأنا قتال قتل ولا إيه؟ أنا حتى النهاردة جاي لك أعزل من غير جردات. مشكلة إنك تافه وجبان وأكيد وراك حد. أنا سابك بس عشان أعرفه ساعتها ولا أرحمك ولا أرحمه. اتكلم على قدك يا نجم. نجم النجوم يا ولد وقد ده هتشوفه. أنت بليغ صبر أبو هنا؟ أيوة يا فندم. أنا جالنا بلاغ إنك بتتاجر في المواد المخدرة مع أي إذن من النيابة بالتفتيش. تربة حشيش مرة واحدة يا سيد بليغ؟ الكمية دي إتجار مش تعاطي. هو أنا فندم لو بتاجر في الحشيش هخبيه عندي؟ ما لا تخبيه فين؟ مش هخبيه خالص. فندم أنا ماليش أي علاقة باللي لقيتوه سيادة. إحنا جايبينه من بيتك ولا حد ملبساه؟ هو أنا عايش لوحدي؟ أنا معايا ناس كتير قوي في البيت يا فندم. لأن جالنا البلاغ مذكور فيه اسمك الثلاثي بليغ صابر أبو الهنا. ده بلاغ من مجهول مش كده؟ وما جالناش دلوقتي. ده بقاله أكتر من 10 أيام. راقبنا فيه تحركاتك. بصراحة بقى تحركاتك دي ما كانتش طمن خالص. مفيش حاجة نمسكها عليك بس ما بتثبتش في مكان. تقابل الناس مالهاش أي علاقة ببعض. يعني شغل ديلرات. من 10 أيام وما فتشتوش البيت غير النهاردة؟ عشان جالنا بلاغ جديد الصبح بحاستك للمادة المخدرة. ده بلاغ كايد يا فندم، ماليش علاقة بالكلام ده خالص. طيب بتتهم أي حد يكون حاط لك المخدرات دي أو ليه أي مصلحة في إنك تلبس القضية؟ لا. هو بس في يعني في شوية خلافات عائلية. أنا كده كده ما قداميش غير إن أنا أحولك للنيابة وهي اللي تبت شأنك. بشكل شخصي بقى حاول تحل الخلافات دي يا أستاذ بليغ. نيابة. إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله بحاول أحلها بإذن الله. اتفضل تعشى. ميرسي يا فندم، بس اتفضل.